تشيبت بطلة العالم للعدو الريفي. هنا مجموعة كبيرة من البطلات القويات على مستوى المسافة الطويلة. هنا طبعا هذه البطلة الكينية بياتريس تشيبت، هنا طبعا لديها فرصة الحصول على اللقب الماسي قبل الذهاب لبطولة العالم القادمة على مستوى السباقات على الطريق في مدينة ريغا عاصمة لاتفيا الشهر المقبل. هناك أيضا الإثيوبية صاحبة الرقم القياسي للقاء يوجين إيكايو تاي، والحائزة على الميدالية الفضية في سباق 800 متر في بطولة العالم داخل الصالة فريوني هايلو، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البطلات. كل هذا البطلات سيبحثن عن المجد، ولكن تبقى الكينيا بياتريس تشيبت هي الأقرب للفوز، وسنرى السباق ونتابع تفاصيله. من ستكون البطلة في اعتقادك كابتن وحيد؟ طبعا شوف، 11 متسابقة، جميع الأرقام كلها تحت ال 15 دقيقة، وأنا قلت لك موجودة هنا صاحبة الذهبية طوكيو يوجين اللي هي تيسيغي الأثيوبية، وبرونزية طوكيو اللي هي أولمبية طوكيو في طوكيو. ايضا حمله الفضيه الكينيه ايضا موجوده في هذا الملتقى، اللي هي مثل ما تفضلت بيتريس موجوده في هذا الملتقى، على اعتبار شوف 6 من اثيوبيا واثنين من كينيا واثنين من يو اس اي اللي هم من امريكا. الان سباق، انا اقول لك سباق تكتيكي اثيوبي سريع، لماذا؟ لان السبين صراحه 6 متسابقات، وموجوده ايضا اللي هي صاحبه الذهبيه يوجين. هذا اول شيء. الشيء الثاني كتكتيك، ونتكلم يعني شوف حتى الان لو بنفصل السباق وكيف يطلعون 1000 متر وكيف يطلعون 2000 متر وكيف يطلعون 3000 متر، هذه ان شاء الله راح افصلها. هذه يعني تشوف مطلوب هنا من الربط الاول دقيقتين فاصل 48. انا اقول يعني اذا جابوا دقيقتين في ال 50 51 ماشي، يكون سباق تكتيكي سريع على اعتبار ان العدد كثير وفي ابطال على مستوى عالي. الكيلو الثاني وبعدين الكيلو الثاني اذا جابوه فيه تحت الستة، يعني 45 45 خمسة يعني 43 نقول مقبول، ولذلك يتحكم بعدين النهاية كابتن إبراهيم في 3000 متر الأخيرة. 3 متر إذا جابوا 8:31 ومطلوب من الرابط هنا 8:26، ولذلك يكون سباق سريع جدا. ولذلك راح نشوف كل هذه الأمور من خلال هذا السباق، ونشوف من راح يفوز في هذا السباق. إذا هي البطلة الكينيا بياتريس تشيبت كأبرز الأسماء. لا ننسى أيضا البطلة غوداف تيسيغي التي فازت بلقب العالم في سباق 5000 متر تحديدا في هذا الملعب العام الماضي، قبل أن تضيف لقب عالمي أيضا قبل أيام في بودابست، وكان في سباق 10000 متر. صراع الكيني الإثيوبي معروف على مستوى السباقات الطويلة، ولكن لا ننسى أيضا أن هناك بعض الأسماء البارزة أيضا على مستوى، إن كان الأسترالية جيس هول والأمريكية إليسا مونسون، وأيضا البطلة اليابانية نوزومي تاناكا. يعني مجموعة من البطلات الأخريات يمكن هن يعني يكونوا في المقدمة، ولكن أبرز اسمين كينيا بياتريس تشيبت بطلة العالم في العدو الريفي، وأيضا غوداف تيسيغي بطلة العالم في 5000 متر قبل عام، وبطلة العالم في 10000 متر هذا العام. يعني اللي يقع، شوف كابتن ابراهيم دقيقة 8 جابوا، دقيقة وثمان ثواني، يعني نقول سباق لحد الآن يعني نقول سباق سريع تكتيكي سريع، ولذلك يكون فيه الحذر مطلوب. حتى نشوف يعني شوف أنا الكوكبة الحين كفة واحدة، يعني ما صارت كوكبات لحد الآن، توهم في بداية اللفة الثانية، وراح نشوف أيضا كيف هل يكون هذا النسق أو هذا الرتم يمشون عليه دقيقة 8 دقيقة 9 دقيقة 8 دقيقة 9 دقيقة 10 ماشي، هل راح يوصلون أو الربط راح يوصل أو أرنب السباق راح يحصل إلى دقيقتين فاصل 48. أنا أقول صراحة يعني لربما يكون هناك في شوي أقل شوي أعلى من هذا الشيء، أساسا إلى حد الآن الكوكب متجمعة مع بعض، على اعتبار أن الأمريكية هذا الرابط اللي هي ماخذ جونز ماخذ المركز الأول الرابط الأول، ومن بعدها إيليسي أيضا المركز الثاني الرابط الثاني، ومن وراهم مثل بريك الأثيوبية، ومن وراهم البطلة المرشحة اللي هي تيسيغي غودوف. إذا هنا غياب طبعا البطلة فيت كيبيغون الكينية صاحبة الرقم القياسي العالمي، كانت حاضرة أمس في 1500 متر، بالإضافة إلى ذلك الرقم المسجل باسم هذا الملتقى وباسم تي إيغايو، وهي من إثيوبيا وحاضرة في هذا السباق. بينما الآن المقدمة هي للأرنبين الأمريكيين
هنا طبعا جونسون هي من تقود هذا السباق، وخلفها أيضا أمريكية أخرى إلسي جريني من أمريكا أيضا، بينما البطلة جوداف تيسيغي هي في المركز الرابع وبياتريس شيبيت في المركز الخامس. نعم أنا كابتن إبراهيم يعني أعطيتك هذه الأرقام، أعطيتك هذه التوقيتات على أن الزمن راح يكون تحت 15 ثانية، عفوا 15 دقيقة، ولذلك راح نشوف يعني خاصة هل يكون 14 في 20 14 15، هذا كله راح يبين من خلال الكيلو الثاني أو الكيلو الثالث، ومن ثم راح نشوف لما تتوزع الكوكبة لما يكون الأبطال موجودين مع بعض، يعني ستة من أثيوبيا هذا شيء مش بسيط، وأيضا هناك في اثنين من كينيا هذا مش بسيط على اعتبار أن الأرنب السباق كانوا من أمريكا. إذا الآن نتحول إلى مسابقة الوثب الطويل للرجال، وهنا طبعا المنافسة في بدايتها، وهذا البطل السويسري في أول المحاولات سيمون إيهامر في أول محاولة، 8 أمتار و12 سنتيمتر 12 سنتيمتر في المحاولة الأولى لهذا البطل سيمون إيهامر. هنا حضور أيضا تي جاي الجامايكي، وأيضا هناك البطل ويليامز الأمريكي. هنا إيهامر الآن في الصدارة بهذه المحاولة، عودة مجددا للخمس كيلومترات، دائما الصراع هناك في الخلف خلف الأرنب أرنب السباق جيداف تيسيغي الإثيوبية وتشيبت الكينية الاسمين، الآن ابتعدوا كثير على بقية البطلات. يعني شوف كابتن إبراهيم الربط الأول التزم بالتوقيت، جاء في تحت الدقيقتين 50، سجل دقيقتين فاصل 48.8، وهذا يعطينا رتم في دقيقة الرفة الأولى دقيقة 8، دقيقة الثانية دقيقة 7، يعني محافظين على الرتم، ولذلك يعني الآن نقول الربط الأول اللي هو يونس الأمريكية نجحت في أول 1000 متر صار طبعا اللي هو 1 كيلو. الآن نشوف في المقدمة، يعني شوف كيف المقدمة جايين اللي هي هايلو من أثيوبيا، ومن ثم تيسيغي المرشحة، وجبت بيتريس أيضا المرشحة، إذا راح يكون صراع قوي ما بين هؤلاء البطلات على اعتبار صاحب المركز الثالث أيضا، صاحب المركز الثالث أيضا الحين شوف كل منه يتغير الترتيب، ولكن الثلاث الأولى هي هايلو من أثيوبيا وتيسيغي اللي هي من أثيوبيا، وجبت بيتريس هي صاحب المركز الثالث على اعتبار أن ليليان الكينية في المركز الرابع ولكن قليلة شوي. إذا لن يخرج تخرج المراكز الثلاث الأولى عن كينيا وإثيوبيا. هناك البطلة هايلوم الإثيوبية هي من تقود هذا السباق، وخلفها مباشرة هناك جيداف تيسيغي الإثيوبية الأخرى وبياتريس شيبت في المركز الثالث، هناك أيضا كينيا ثانية في المركز الرابع، ولكن فارق بينها وبين ثلاثي المقدمة فارق بدأ يتسع شيئا فشيئا. نعم أنا قلت لك كابتن إبراهيم بعد 2 كيلو راح يكون الكوكبات تتوزع، ولذلك شفنا الكيلو الثاني جابوا 5.37، وأنا قلت لك إذا جابوا تحت 40 يعني 41.4 بعد مقبول، ولكن الربط مثل ما قلت لك التزم بهذا الشيء جاب 5.37، وهذا يعني شيء صراحة يكون السباق يعني على مستوى عالي. إذن هنا طبعا آخر أو هنا المحاولات الخاصة بالوتب الطويل، هذا يوكي هاشوكا من اليابان، محاولة كانت جيدة لهذا البطل، يرتقي للمركز الثاني خلف السويسري سيمون إيهامر. مجددا إلى 5 كيلومترات سيدات، ونحن على بعد 6 لفات من خط النهاية، هناك صراع في بين إثيوبيا وكينيا، والبطلة هايلوم دائما هي من تقود السباق، وتيسيغي وتشيبت أعتقد بأنه بعد قريبا 400 متر أو 800 متر سنشاهد تيسيغي وتشيبت في المقدم. طبعا شوف هون الآن كابتن إبراهيم هم محافظين على النسق، محافظين على الخطوات، محافظين على الرتم، يعني شوف بين دقيقة 7 وماشيين على كلها دقيقة 7 69 39 77 67، يعني الرتم ماشيين على نفس هذه الثلاث الأوائل اللي هي موجودة اللي هي هايروم الأثيوبية وتيسيغي أي الأثيوبية، وبعدهم جبت بيتريس اللي هو الكينية، على اعتبار أن هؤلاء الثلاثة هم اللي حنتصدروا ونقول عنهم الكوكب الأولى.
إذا الآن أصبحت الكيني الإثيوبية الأخرى خارج اللعبة. لاحظوا هنا تفسح المجال طبعا للبطلة جيداف تسيغي، وكأنها طريقة وخطة إثيوبيا لإنهاك قدرات جيداف تسيغي أو عفوا بياتريس شيبد الكينية في هذا السباق. إذا هنا طبعا يصبح الصراع ثنائي بين البطلتين بياتريس تشيبيت والبطلة جيداف تسيغي معا. هذا هو الثنائي التي اللي ذكرناه في البداية، أنه الصراع سيكون بين جيداف تسيغي بطلة العالم في 10,000 متر هذا العام، وأيضا هي حاملة ذهبية 5,000 متر في العام الماضي في هذا الملعب، ملعب الهاوارد فيلد بيوجين الأمريكية، والبطلة بياتريس تشيبت بطلة العالم في العدو الريفي. وبالتالي الصراع لمن ستكون الكلمة في نهاية هاد الخمس كيلومترات. طبعا يعني شوف حتى احنا نخلي معانا المشاهدين يتفاعلون معانا، يعني شفت انا قلت لك الثلاثة كيلو راح يكون تحت الثلاثين، يعني جابوا 30 31 ماشي، لكن جابوا هني 8:26.3 هذا دليل على السباق قوي، لربما يكون هناك التوقيت يعني في 14:08 14:10 14:11 ممكن يكون رقم للقاء اليوجين الملتقى. نعم رقم الملتقى، ولذلك يعني كل هذه الامور يعني صراحه راح نشوفها ما بين، على اعتبار ان الرتم الحين يعني محافظين على الرتم. انا قلت لك دائما اللفه كل لفه يجيبونها في دقيقه سبعه يعني لما نقول يعني مشاهدين دقيقه سبعه يعني دقيقه وسبع ثواني. إذا هو الرقم فقط تذكير كابتن واحد، الرقم القياسي للقاء يوجين هو باسم إيغايو تي الإثيوبية، وهي الآن في المركز الثالث لكن بعيدة بعيدة جدا عن هذا الثنائي تسيغي وأنجيبيت. والرقم المسجل باسم لقاء يوجين 14 دقيقة عفوا 12:98 من الثانية. كابتن واحد من خلال تحليله يعني الكيلومترات قال بأنه ممكن 14:08 أو 09، إذا كان هذا الرقم يعني رقم جديد بالنسبة لملتقى يوجي. نعم لأن شوف الرقم العالمي مسجل باسم كيبيوغن فيات اللي سجلته في باريس ب 14:05.20. نعم هذه يعني شوف والآن يعني هذا السباق عن سباق سريع، ولكن هل يوصلون حق الرقم العالمي؟ احنا نشوف طبعا لحد الآن يعني الأمور سايرة، نقول السباق سريع تكتيكي سريع بحت، يعني خاصة لما الآن نشوف في المقدمة كابتن إبراهيم تسيغي وبيتريس اللي هم يعني صراحة الصراع على هذا المركز الأول وعلى أيضا تحطيم رقم الملعب أو لربما يكون قريب من الرقم العالمي. إذا هنا طبعا الصراع الثنائي الكيني الإثيوبي بين تسيغي جيداف من إثيوبيا وبياتريس سيبت من كينيا، ونحن تقريبا على بعد حوالي لفتين ونصف على خط الوصول. إذا هنا يبدأ التكتيك بالنسبة لجيداف تسيغي، تحاول الرفع من إيقاع السباق، بينما بياتريس شيبت لم تستسلم بعد، تحاول دائما أن تكون قريبة جدا من جيداف. نعرف أنه جيداف لديها سرعة نهائية بالإضافة إلى قوة تحمل لديها كبيرة جدا، ولكن ننتظر ونرى. الآن سندخل لآخر لفتين قبل خط الوصول، وجيداف تسيغي المختصة في 5,000 و10,000 متر وصاحبة الذهب في السباقين معا هذا العام في 10,000 والعام الماضي في 5,000 على مستوى بطولة العالم. جيداف تسيغي دائما في المقدمة، الفارق يتسع. إذا الآن تبدأ البطلة بياتريس شيبت برمي المنديل، لأنه خلاص الاستسلام بدأ من الآن، ولكن ننتظر إلى غاية خط الوصول. فارق كبير تقريبا الترتيب على هذا المنوال، البطلة جيداف تسيغي ثم بياتريس تشيبت، وبعدهم بعدهما هناك إيغايو تي صاحبة الرقم القياسي للقاء يوجين. هل تنجح تسيغي في كسر رقم يوجين؟ هذا ما ننتظر ونترقب وإياكم مع هذه اللحظات الأخيرة، ونحن على بعد الآن 500 متر 500 متر الآن. يعني صراحة سباق قوي، شوف رقمها الشخصي تسيغي لأنه متصدر السباق 14:12.29، ولذلك يعني إذا يعني الآن هي متصدر السباق مثل ما تفضل كابتن إبراهيم، وراحت وسوت مسافة كبيرة بينها وبين صاحب المركز الثاني هي بيتريس. إذا اللحظات الأخيرة الآن، آخر 400 متر على نهاية هذا السباق. جيداف تسيغي تلهب حماس الجماهير الحاضرة في هذا الملعب التاريخي لمدينة يوجين، والبطلة جيداف تسيغي
بطلة العالم في العشرة ألاف متر، حاملة ذهبية السباق العشرة ألاف متر ببودابست قبل أيام، هي الآن تمضي في المقدمة ولكن تحاول كسر رقم وتسجيل إنجاز لهذا الموسم في ذات الوقت. صعب إن كان الإنجاز لهذا الموسم هو الرقم القياسي العالمي لفيت كيبيغون الكينية، بينما الرقم الخاص بالملتقى قد يحطم قد يكسر مع هذه اللحظات الأخيرة، وإن كان حتى الرقم القياسي هو الآخر تحت التهديد. الآن لحظات أخيرة، آخر الأمطار، جيدار تيسيغي، جيدار تيسيغي هل تنجح في كسر الرقم القياسي؟ إذن آخر الأمطار والبطلة الإثيوبية جيدار تيسيغي، رقم عالمي، رقم عالمي، رقم عالمي رقم عالمي، إذن هو رقم قياسي عالمي جديد. 14 دقيقة 21 جزء بالمئة من الثانية، جيدار تيسيغي بطلة العالم تتمكن من كسب الرهان وتحطيم الرقم القياسي الذي سجل هذا العام باسم فيت كيبيغون في ملتقى باريس. جيدار تيسيغي تكسر هذا الرقم مجددا في لقاء يوجين الباسي النهائي. طبعا شوف كابتن ابراهيم، انا قلت لك خاصه لما شفنا الربط التزم بالتوقيتات المعطيه له، هذا تعدل كيف بان السباق سباق تكتيكي سريع، ومن ثم تحول من سباق تكتيكي سريع الى سباق سريع، ومن ثم حطمت فيه الرقم العالمي على اعتبار ان الكيلو لو جاب في دقيقتين فاصل 48، الكيلو الثاني جاب في 5 دقائق فاصل 37، 3000 متر 3 كيلو جاب 8 دقائق فاصل 26 ثانية فاصل 3، والأربعة كيلو جابوا 11 دقيقة فاصل 16، وهذا يعطي الأكفية على اعتبار أن اللفة الأخيرة جابوها في دقيقة 4:55 اللي هي تيسيغي، وأصبحت صاحبة المركز الأول ومن ثم رقم عالمي جديد. وهذه هي ألعاب القوة، هذه حلاوة ألعاب القوة، على اعتبار أن الرقم العالمي يحطهم في شهر 6، في شهر 6 من قبل كيبيغون، واليوم نشاهد مرة أخرى في شهر 9. إذا جيدار تيسيغي تسجل رقم قياسي عالمي جديد لسباق 5000 متر في نهاية الموسم، شيء خارق، شيء غير يعني مقبول يعني بالنسبة ل يعني الإنسان لما يتخيل أنه نهاية موسم. هذه البطلة شاركت في كثير من الملتقيات، شاركت في بطولة العالم، شاركت في سباقات مهمة وقوية، وهي اليوم تثبت بأن إمكاناتها خارقة للعادة، مذهلة بالنسبة للبطلة جيدار تيسيغي التي تمكنت من كسر الرقم القياسي العالمي للخمس كيلومترات بكل جدارة، وأثبتت أمام بياتريس شيبت بطلة العالم للعدو الريفي أنها يعني شوف كابتن ابراهيم ممكن ان تحسن حتى هذا الرقم، لانه الطريقه كيف خاضت السباق والاريحيه كيف دخلت، يعني انه امكان حتى هذا الرقم اللي هو صراحه 14:00:21 شيء خرافي جدا، يعني حكمت الرقم باكثر من 5 ديال الثوان، يعني لو ناخذ رقم يدوي تحت ال 14. شوف كابتن ابراهيم، هي هذا العام يعني حتى المشاهدين يستمتعون معنا ويشوف كيف تحطم هذا الرقم. تيسيغي الاثيوبيه اللي حطمت رقم العالم في ال 5000 شاركت هذا العام في جولتين اللي هي جوله الرباط وجوله لندن. في جوله الرباط شاركت في ال 1500